السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا هذا اليوم بعنوان توازن القوى والسياسة العالمية. أثرت صبغة النظام الدولي الفوضوية المقاومة نتيجة عولمة نظام وستفاليا والدولة ذات السيادة. وعندما نقول إن النظام الدولي يقاوم الهيمنة فذلك يعني أنه يقاوم أي محاولة من أي فاعل بمفرده دولة كانت أو تحالف من الدول للسيطرة على الآخرين. وإذا ما ألقينا نظرة على تاريخ العلاقات الدولية نكتشف أن المحاولات لكسب موقع قوي جدا ومهيمن هي محاولات ليست بغير عادية. حاول الفاعلون كسب ميزة عسكرية أو استراتيجية عبر تحالفات تخيف الآخرين، وعبر الاستخدام المباشر للقوة، وعبر تطور منظومة عسكرية متفوقة أو تقنية عسكرية. وغالبا ما حاولوا تأسيس تحالفات اقتصادية تمنحهم ميزة تجارية فارقة. ومن الممتع أيضا مشاهدة كيف أن محاولة البعض توكيد سلطتهم الدينية أو ادعاء السمو الأخلاقي كان لها تأثير ضخم في تاريخ السياسات الدولية. وعلى الرغم من حقيقة أن السياسة الدولية تبدو تاريخا من الرهانات المتلاحقة للهيمنة، إلا أن النظام يستعيد توازنه أو على الأقل يعود لهيئة الدول الفاعلة المستقلة والمتساوية تقريبا. ويتسم النظام الدولي الحديث بمحاولات للحفاظ على توازن القوى، وتقدم دراسة ميشيل شيهان 1996 لهذه الظاهرة التعريف التالي: تنطوي عبارة توازن القوى على قدر من الاستمرارية. التوازن هو منتج نهائي على أي حال. إن حقيقة العلاقات الدولية هي أن الحركة والتغيير لا السكون هما صفاتها المتميزة. القوة لا تتوازن أبدا، بل ينبغي على الدول أن تنهمك باستمرار في فعل موازنة القوى في تعديلها وتطويرها استجابة لمد وجزر القوة الأبدي ضمن النظام. إن اتفاقيات السلام المتلاحقة المستجيبة وبوضوح لمبدأ الوقوف ضد الهيمنة هذا تتسم به تاريخ السياسات الدولية الحديثة، وحقيقة يمكن العثور على أوضح تعبير عن دافع منتظم لضمان توازن القوى في الاتفاقيات التي تبعت الحروب التي رسمت معالم نظام الدولة الأوروبي. غالبا ما غيرت هذه الاتفاقيات جذريا الخريطة الجيوسياسية لأوروبا، حيث تم إلغاء الدول الصغيرة وتقسيم الدول الكبيرة وتغيير الحدود الدولية بشكل كبير. ولذلك اعتبر فهم دينامية هذا المبدأ المقاوم للهيمنة أساسا لفهم الطبيعة الحقيقية للسياسة الدولية المعاصرة. اتفاقيات سلام صاغت العلاقات الدولية. معاهدة وستفاليا 1648 عند نهاية حرب الثلاثين عاما. معاهدة الأتريخت 1713 حروب تولي الحكم في إسبانيا. مؤتمر فيينا 1815 بعد هزيمة نابليون الأول. معاهدة فرساي 1919 نهاية الحرب العالمية الأولى. ميثاق الأمم المتحدة عام 1946 استجابة للحرب العالمية الثانية. وهكذا فإن توازن القوى سمة ضرورية للنظام الفوضوي بالنسبة للآخرين. فإن درجة التعاون المطلوبة لبناء توازن قوي فعال والحفاظ عليه تقترح مستوى عاليا من الإدارة الدولية والاعتماد المتبادل. بالنسبة للبعض إن الهيئات السياسية المتعددة في أوروبا ما هي إلا أمثلة مختلفة عن توازن القوى الكلاسيكي. حول تضافر أوروبا وحول عصبة الأمم ولمحاولات أساسية أخرى في الحكم الدولي تذهب إلى أبعد من مجرد سياسات توازن القوى.
السياسات الفوضوية، الحرب والدبلوماسية والقانون في العلاقات الدولية. إن أمكن النظر إلى بنية السياسات الدولية الحديثة المناهضة للهيمنة من منظور عملية نظام توازن القوى المتعلق بالسياسة، عندها سنبدأ بكسب بعض البصائر حيال الآليات الأساسية التي تحافظ الدول ذات السيادة من خلالها على هذا التوازن الدقيق. تتفاعل الدول مع بعضها البعض في نظام فوضوي باستخدام 3 أدوات أساسية: القانون الدولي والدبلوماسية والحرب. وهذه الأدوات 3 هي مؤسسات رسمية في النظام الدولي، وكل مؤسسة في جوهرها هي طريقة للتعامل مع أشكال صراع المصالح بين الدول ذات السيادة. وكل واحدة منها قد طورت نظامها من القوانين بما يتعلق وإدارة موضوعها، ولكن واحدة من هذه المؤسسات 3 تاريخ يعود إلى الفترة ما قبل الحديثة. تبدو الحروب سمة دائمة من سمات التاريخ السياسي البشري، ولكن عليك ألا تخلط بين الحرب وانهيار السياسة أو أن تعتبرها شذوذا في العلاقات الدولية. وفي القول الفصل لكليسيو تيز الذي غالبا ما يستشهد به، نجد أن الحرب هي استمرار السياسة ولكن بطريقة أخرى. إنه منهج محكوم بقاعدة لحل الصراع، ولدينا تاريخ طويل من القوانين حول من بوسعه إعلان الحرب وتحت وطأة أي ظروف، وكيف يمكننا خوضها وكيف يمكننا إنهاؤها. وأثناء الفترة الحديثة كان لتطوير النظام العالمي بالإضافة إلى التقدم التقني في العتاد الحربي من البارود حتى الأسلحة النووية بالغ الأثر في الطرق التي تحاول من خلالها المجموعة الدولية تنظيم الحروب، فمن تقاليد محددة تحظر استخدام أنواع محددة من الأسلحة مثل اتفاقيات الهيج في عام 1899 إلى الاتفاقيات والمواثيق الأكثر طموحاً الهادفة إلى رفض الحرب ووصفها وسيلة لحل الصراعات عصبة الأمم والأمم المتحدة. كسبت قوانين الحرب والسلام شكلاً حديثاً مميزاً وبشكل مشابه، ففي الوقت الذي يمكن فيه العثور على نظام دبلوماسي يمكن تمييزه بما في ذلك حصانة المبعوثين في معاملات الإغريق القدامى، إلا أن نشوء الدولة في إيطاليا القرن 15 شهد تشكيل نظام حديث مميز للبعثات الدبلوماسية دائمة الإقامة التي طورت عبر النظام الفرنسي في منتصف القرن 20 إلى المؤتمرات الدبلوماسية الدائمة لعصبة الأمم المتحدة والأمم المتحدة. إن الطبيعة الحقيقية للحرب والدبلوماسية بوصفهما أداتين لحل الصراع توفرهما طبيعة النظام الذي تعملان فيه، وينطبق الأمر نفسه على القانون الدولي. فالقانون الدولي ليس نتاج العملية التشريعية للحكومة كما هي حال قانون الدولة، إنه يهدف لتنظيم العلاقات بين الدول بدلا من الأفراد، ويأخذ بالحسبان بشكل مهم علاقات القوى الموجودة. هل هناك ما بعد الدولة؟ عصبة الأمم. لقد قلنا سابقا في هذا الفصل أن على طالب العلاقات الدولية أن يتخذ بعض القرارات حول أفضل السبل لوصف ما يبدو تطورات مهمة في التاريخ السياسي، مثل تأسيس اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية وعصبة الأمم أو الأمم المتحدة وتصرفها. لا يوجد أدنى شك في أن مستوى التعاون الدولي الذي يمكننا مشاهدته هو عمل عصبة الأمم والأمم المتحدة ذو أهمية تاريخية حقيقية، والسؤال هو إن غيرت أم لم تتغير هذه المحاولات لبناء المنظمات الدولية الطبيعة الجوهرية للسياسة الدولية. كان ويلسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي قاد أمته أثناء الحرب العالمية الأولى في عام 1917 وفي كانون الثاني عام 1918 وفي حديثه أمام الكونغرس الأمريكي، وضع الرئيس ويلسون وبشكل مشهور 14 نقطة صممت لضمان أن بعد الحرب سيكون العالم أكثر ملائمة وأمنا للعيش فيه.
وخاصة أنه سيكون آمنا لكل أمة تحب السلام التي الآتي ترغب أن تعيش طريقتها التي تحب، وتقرر مؤسساتها وتضمن معاملة عادلة ونظيفة من أمم العالم الأخرى مقارنة بالقوة والاعتداء الأناني. صممت خطة ويلسون لتغيير دستور السياسة العالمية نفسه، إذ أراد من عالميته الليبرالية تجاوز سياسة توازن القوى الناتج عن العلاقات الدولية الفوضوية. كان مقتنعا بأن تأسيس هيئات دستورية أقوى تدعم فكرة الأمن الجماعي سيوضح حقيقة أن لكل أمة المحبة للسلام فائدة مشتركة في السلام وليس الحرب. وإن فكرته عن جمعية عامة تضم جميع الأمم وجدت تعبيرا ملموسا، مع أنه غير كامل، في عصبة الأمم التي تأسست في مؤتمر سلام باريس عام 1919. النظام العالمي وتطوراته المحتملة. إن المقصود بالنظام العالمي أو النظام الدولي هو اختصار علاقات القوى والسيطرة فيما بينها بين دول العالم من حيث توزع وتركز القوى الدولية وطبيعة ذلك التوزع وأثره على أطراف العلاقات الدولية. فأي نظام دولي نجد أنه يسود العالم كرها وغالبا بفعل القوة والنفوذ وعناصرهما على مستوى الدول، وسواء رضيت هذه الدول أو تلك أو لم ترضى. ويمكن اعتبار الكاتب الأمريكي مورتين كابلان المعنون المنظمات وعملياتها في السياسة الدولية، والذي صدرت الطبعة الأولى منه عام 1957. أولا، منتظم توازي القوى، حيث توجد عدة تحالفات دولية متكافئة أو شبه متكافئة، وتكون هذه التحالفات هي محور عمليات اتخاذ القرارات في هذا المنتظم. اثنين، منتظم القطبية الثنائية الهشة، حيث توجد دولتان عظيمتان تسيطرا على معظم عمليات اتخاذ القرار في السياسة الدولية، إذ غالبا ما تصنع معظم القرارات في مجرى الأمور في العالم في عاصمتين هاتين الدولتين. ومع ذلك فإن قبضت هاتين الدولتين على العالم تكون غير محكمة بل هشة، نظرا لوجود قوة أخرى، دول كبرى خاصة، يعني يمكن أن تتحدى إلى حد ما هاتين الدولتين أو أي منها. ثلاثة، منتظم القطبية الثنائية المحكمة، وهو يشبه منتظم القطبية الثنائية الهشة فيما عدا أن قبضت الدولتين القطبيتين العظيمتين تكون محكمة على العالم، بحيث لا توجد دولة تجرؤ على تحدي أي منهما في هذا المنتظم، تختفي التكتلات الدولية الأصغر. أربعة، المنتظم العالمي، حيث توجد سلطة عالمية عليا تفرض قيم ومعايير التعامل بين الدول. وقد فسر البعض إمكانية ظهور هذا المنتظم أيضا في هيئة منتظم القطب الواحد، أي عالم تسوده دولة عظمى واحدة. خمسة، المنتظم الدولي الهرمي، وفيها هذا المنتظم تصبح جماعات المصالح والمنظمات الوظيفية المختلفة هي الأطراف الرئيسية الفاعلة الأهم على الساحة الدولية. ستة، منتظم وحدة الفيتو، حيث يتعدد الأقطاب الأنداد في العالم وتناقض مصالحهم، ولكن حتمية التعايش السلمي بينهم تفرض الاستقرار في عالم يسوده المنتظم. وقد وضح كابلان أن المنتظمين الأول والثاني ظهرا فعلا في الواقع السياسي العالمي، أما الأربعة الأخرى فلن تظهر أي منها بعد، وقد يظهر كل منهم في المستقبل. والمنتظم الأول ساد العالم في الفترة السابقة للحرب العالمية، والثاني فإنه يسود بعد الحرب العالمية الثانية. وبعيدا عن تعقيد الأكاديمي، يمكن القول بأن هناك خمسة منتظمات دولية ممكنة ورئيسية فقط، وهي كالتالي: أولا، واحد، منتظم توازن القوى، حيث توجد عدة تحالفات دولية متكافئة أو شبه متكافئة، وتكون هذه التحالفات هي محور عمليات اتخاذ القرارات في هذا المنتظم. اثنين، منتظم القطبية الثنائية الهشة، حيث توجد دولتان عظيمتان كما ذكرنا تسيطرا على معظم عمليات اتخاذ القرار في السياسة الدولية.
إن نظام القطبية الثنائية الهشة يعني التالي: ألف، وجود دول كبرى تمتلك كل منها من عناصر القوة ما لم تمتلكه أي دولة أخرى أعداهما. ب، سيطرة هاتين الدولتين عبر الصراع والتعاون على معظم عمليات صنع القرار الدولية السياسية. ت، وجود دول كبرى لها سيطرة ونفوذ كبيرين، وبالتالي فإن كل من هذه الدول قادر على التأثير في الدول العظمى ومخالفته. ف، يمكن للدول غير المنحازة إلى أي من الدولتين العظميين إقامة تكتلات شبه مستقلة، ولكن كل من تلك التكتلات يظل ضعيفا مقارنة بأي من الدولتين. جيم، في ظل هذا المنتظم تجد الدول المتوسطة والصغرى نفسها محل استقطاب نشط من قبل كل من الدولتين العظميين، بحيث يصعب في بعض الحالات على الدول الصغرى أن تقف موقف المحايد. إن النظام العالمي الراهن سيتغير قريبا لعدة أسباب، لعل أهمها: واحد، التدهور النسبي الذي تعاني منه أمريكا في الوقت الحاضر. 2، وجود دول بدأت قوتها الاقتصادية والتقنية والعسكرية في تزايد، مثل أوروبا الغربية وألمانيا وحدها، أن إن فشلت فكرة الاتحاد الفيدرالي الأوروبي. اليابان، اتحاد روسيا، الصين، هذا بالإضافة إلى احتمال استمرار أمريكا كدولة عظمى لتكون قطبا من عدة أقطاب، وبذلك سيصبح هناك 4 أو 5 دول عظمى. وسيتأكد تحول النظام العالمي الراهن إلى نظام الأقطاب المتعددة. النظام العالمي والعرب: إن سياسة الدول الكبرى السابقة والحالية وربما القادمة نحو الدول النامية الجنوب تهدف بصفة رئيسية إلى: ألف، إبقاء الجنوب مصدرا للمواد الخام والطاقة التي تحتاج إليها الدول الكبرى الشمال بصفة عامة، والحصول على هذه الموارد بأقل تكلفة. ب، جعل الجنوب سوقا مفتوحا لمنتجات الشمال الصناعية والزراعية إلى آخره، بما في ذلك الأسلحة. شكرا لكم أعزائي الطلاب، وإلى محاضرة ثانية بإذن الله.